السلام عليكم. اليوم نروحوا لولاية تعميلة لنقف على الأشغال نتاع ربط المحول نتاع بلدية بلاد القائم هنا بطريق السيارة شرق غرب، إذن على امتداد مسافة 16 كيلومتر. وهذا الطريق هو يعني طريق موجود، لكن الآن حاليا يتم ازدواجيته وربطه بالطريق السيار على المستوى هنا. هنا نشوف طريق السيار شرق غرب، وهنا نشوف الانطلاق نتاع الطريق هذا المزدوج باتجاه إذن مدينة. ونزيد نوضح أكثر، هنا نشوف طريق السيار الشرق غرب في ولاية ميلا، وهنا نشوف نقطة التقاء نتاع الطريق الشرق غرب. هنا شوف المحول هذا اللي يدي باتجاه مدينة ميلا، وهنا نشوف هذا الطريق هنا اللي هو في الحقيقة جزء منه سوف يتم ازدواجيته. هنا نشوف هذا الطريق من هنا النقطة هذه غير مزدوج، هنا نشوف اللي الطريق هنا غير مزدوج وفي أشغال لازدواجيته. سوف نشاهد جزء من هذه الأشغال هنا في الخريطة هذه، وكذلك عندنا صور آخر صور التي أخذت يعني هذا الأيام حول الأشغال هذه. وهنا نشوف عملية تاع الازدواجية على المنطقة هذه، شوف هنا عملية الازدواجية، وكذلك فيه أشغال نتاع الازدواجية تاع الطريق هذا هنا، وكذلك إلى حدود كما قلنا نقطة الواقعة ببلدية ولاد القائم. وهنا سوف نشاهد أشغال، هنا فيه أشغال نتاع الازدواجية. نلاحظ انه فيه اشغال هنا، هنا كذلك نلاحظ نشوف فيه اشغال نتاع الازدواجية نتاع الطريق هذا، وانا نلاحظ فيه عملية نتاع فتح رواق ثاني بالموازاة مع الرواق مع الطريق الموجود حاليا. اذا فيه كما نلاحظ عملية نتاع ازدواجية الطريق ما بين النقطة الواقعة ببلدية ولاد القائم والمحول باتجاه طريق السيار شرق غرب. وانا سوف نقيس الطول هذا، هو حوالي 16 كيلومتر يعني بالخط المستقيم وبالخط الحقيقي تكون في حوالي 17 او 18 كيلومتر ما بين النقطة هذه والنقطة هذه. اذا هذه هي الاشغال. نخليكم تتابعوا الصور اخر صور تاع الاسبوع الماضي بمناسبة زيارة والي ولاية ميلا الى المشروع. اترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.